السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار وإلى العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يشيد بخصال الراحل الوزير المنتدب للميزانية الأسبق علي برهيتي في برقية تعزية إلى أفراد عائلته. اللواء سعيد شنقريحة يؤكد أهمية التأهيل العالي للعنصر البشري في الجيش الوطني الشعبي خلال ترأسه دورة المجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية بثمن فوسطة. تسجيل 105 حالة إصابة جديدة بكورونا و180 حالة شفاء و9 وفيات، وفرار يؤكد منع استعمال ممرات التعقيم بعد تبين عدم مطابقتها للشروط الصحية. تسليم الشطر الثاني من منحة التضامن للأسر المتأثرة من جائحة كورونا بالأغواط، ومن قسنطينة إعادة بعث الأشغال على مستوى ورشات البناء مع الالتزام بالإجراءات الوقائية. تعميم نظام البث التلفزي الرقمي الأرضي TNT التزاما من الجزائر بإيقاف البث التلفزي التماثلي بإفريقيا والشرق الأوسط.